مقارنة بالسنة اللي فاتت، هاد السنة هادي ناقصة بزاف، ما كاينش البيع ديال الكتوبة بحكم أن الناس متخوفة أن الموسم الدراسي يتأجل، وبالتالي ما زعمينش يشريو الأدوات. باغ كونطخ كاين اللي كيجري يشري لي طابلات على أساس أنه غيقرا ولادو عن بعد. حنا خدينا السلعة ديجا، بقات عندنا السلعة هاد الوقيتة هادي، كنكونو ليكيدينا السلعة ديالنا اللي عندنا في ستوك. هاد السنة هادي باقي ما كاين والو، كنتمنوا ان شاء الله يرفع عنا الله هذا الوباء هذا وتكون الامور مزيانه ان شاء الله. المشكل في هذا العام هذا ديال الدخول المدرسي، ما كاينش كيفاش بعدا اولا ما كاينش الناس تيجيو على المسائل كيف سميتو، وعندنا التزامات مع الناس ما لقينا كيفاش. لا هذه السنه غتكون صعيبه بزاف، السنوات الاخرى كان التزامات كان سميتو كان تنفكوا، ما دابا ما واقفين. دابا هاد الفترة هادي ما تنحكوش راسنا، دابا غير مريحين، ما كاين لا بيع لا سالة حتى حاجة. تنتمناو الحكومة تحل لنا شي مشكل ديالنا تيحل. هاد العام هذا استثنائي، استثنائي غادي تكتب في التاريخ لنا استثنائي. وبالنسبة للبيع الشراء لحد الآن مازال متوقفين، ما كاين لا بيع لا شراء. بعد ما كانت السنوات الاخرى في نفس هذا الوقت كانت تيجيبوا لنا داك اللوائح ديال الادوات وداك الشيء، فما كانت شي شويه الحركه. يعني ملي دخلنا من الكونفينمون كانت الحركه ميته كاع. دابا تنتظروا الناس، الاغلبيه حايرين، مازال تينتظروا القرار، مازال عطاوهم هذا القرار ديال الخيار وحملوهم هذه المسؤوليه الاباء، مازالين حايرين واش يديروا حضوري ولا يديروا عن بعد. وتيقول لك مادام انني مازال ما عرفتش شنو غندير، واش حضوري ولا هذاك، اخر ما ندير هو نفكر انني نجي نشري الادوات. سي تنعرف راسي شنو من قرار، شنو الاتجاه غادي ناخذ. يعني حايرين هذه من جهه، ومن جهه اخرى انه العامل المادي ما عندهمش امكانيات، يعني غادي يشريو الادوات حتى لاخر لحظه. كل ما زادوا يزيدوا حتى سيمانه، تبقى ثلاث ايام اربع ايام عادي يشري، حيت عندهم نقص. شكون هما اللي تيشريو الادوات مبكر شويه؟ هما الناس اللي عندهم امكانيات كثير. حنا عندنا جزء من التفاؤل، بديت دابا هذا النهار هذا مشيت تقديت بالجمله، تقديت من الجمله من الرباط، موالف تنتقدا انا من الدار البيضاء ناقص ب 20%، رغمت انني نمشي نشري من هنا ولو زايد 20% قبل ما احسن ما نطيح مشكل انني نوحل في الدار البيضاء نبقى تماك. ولكن النسبه المئويه ديال البيع تكون ناقصه، تكون ناقصه بواحد 30% ولا 40% بالنسبه للاعوام اللي فاتت، تكون ناقصه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.